في المهرجان اللي انت عملته لي ده والليفنج روم اللي انت فتحته ده لسه فيه؟ لسه فيه. اه طلع طلع طلع. بس احنا طب بقول لك ممكن ناخد مكالمه تليفون كده جايه لك، يعني في حد لما عارف ان انت جاي عايز يقول لك رساله حلوه كده بشعرك اللي معقدني ده وبدلياتك الكتير، تيجي ناخد المكالمه دي؟ ماشي يلا ناخد المكالمه دي. قول الو كده. الو الو الو. ايوه الو يا زيكو. مساء الخير. انت عرفت على طول زيكو. معنا المهندس زكي والي والد العبقري ميرو زكي. انا بقول لك ميرو بقى خلاص بقى احنا بقينا اصحاب. كلم بابا بقى قبل ما ارص لك انا بقيت الحاجه. الو ازاي حضرتك؟ انت منورنا ويعني ربنا يبارك لك فيه. وبسم الله ما شاء الله دمرني دمرني انا في المجموعه اللي هنا. انا بشكرك انك فتحت لنا الفرصه الجميله دي وانك استضفت عمر مع حضرتك في البرنامج. طبعا عمر واحد من المواهب المصريه الكتير الموجوده في مصر. عمر من هو صغير ما شاء الله كان باين عليه الذكاء في الحساب وفي الرياضه. طبعا بفضل مامته كمان، دي اهم حاجه هي اللي ساعدته. طيب ممكن اعرف من حضرتك شويه تفاصيل كده عشان هو يعني متحفظ شويه، فانا بس عايز اعرف منك شويه تفاصيل كده. يعني انا عايز اعرف يعني انا بصراحه انا جبت الاله الحاسبه وقعدت اكتب وانا بدوس على زرار الاجابه هو كان انا سامعه بيتمتم الاجابه اللي بتظهر على الشاشه، فانا عايز اعرف انت امتى اكتشفت عنده الموهبه ديت؟ هو المفروض عمر وهو عنده 4 سنين بدا يبان حبه في الارقام. مامته تبنت الموهبة دي واكتشفتها بدري، بدأت تنتبه للحكاية دي خصوصاً أن أنا على أغلب الوقت مسافر برا مصر. واحدة واحدة مع الممارسة والمتابعة الجيدة من مامته، الحمد لله عمر يوم ورا يوم القصة دي بتكبر معاه. أخد مسابقات دولية، دخل مسابقات دولية كتير وأخد جوائز أكتر. يعني حتى إحنا بعد الحساب والرياضة والأرقام بدأ يدخل في حاجات تانية زي تيكا تيك، ده مركز للروبوتس والبرمجة. حبينا برضو نقوي فيه حبه للروبوتس والتكنولوجي اللي هي لغة العصر بعد كده. فطبعا بحكم ان انا اغلب الوقت بره مصر، فمامته طبعا هي اللي متبنيه القصه دي وبتكبر فيه الحكايه دي ومتابعاه ومجهودها معاه في البيت. والحمد لله ربنا يبارك فيه ويحفظه. انا عايز اطلب من حضرتك ان اي فعاليه البطل الصغير ده هيحضرها لازم تبلغنا عشان نيجي نقف نسنده ونقف جنبه ونتشرف بيه ونقدمه للناس كلها. تمام اتفقنا. اتفقنا؟ اعتبر ده وعد. وعد ان شاء الله. انا فرحان جدا النهارده.